القضاء الروسي يرفض الاستئناف الذي قدمته ماريا أليخينا إحدى عضوات فرقة باسي رايوت الموسيقية الروسية بشأن الإفراج عنها قبل إكمال عقوبة السجن. ماريا أليخينا البالغة من العمر 25 عاما التي طلبت بإخلاء سبيلها مبكرا حتى تتمكن من رعاية طفلتها الصغيرة غابت عن قاعة المحكمة في منطقة بيرم في إقليم الأورال، لكن موقفها نقل للقضاة عبر تسجيل فيديو. حوالي 100 من الموسيقيين ذوي الشهرة العالمية من ضمنهم مادونا وإيلتون جون وبراين آدامز عبروا عن تضامنهم مع ماريا أليخينا وزميلتها ناديجدا تولوكونيكوفا البالغة من العمر 23 عاما. هذه الصحفية الروسية متضامنة مع الفنانتين وتقول: إنها قضية رائدة لأنها كانت فاتحة مرحلة من القمع. عندما تم اعتقالهن قبل عام ونصف العام كانت العملية الأولى من نوعها ضمن سلسلة من الاعتقالات في حق أناس كانوا يحتجون بطريقة سلمية. ماريا أليخينا اعتقلت في شهر فبراير من العام الماضي برفقة زميلتها تولو كونيكوفا بعد اقتحامهما كاتدرائية موسكو وغنائهما بداخلها أغنية من نوع بوك مناهضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.